تفخيخ جهاز وتفجيره عن بعد أمر وارد في حروب التجسس والاغتيالات، لكن ما تعرض له حزب الله أكبر من مجرد تجسس واغتيال. هذه 3000 جهاز محمول فجرت عن بعد في وقت واحد، فإلى أي مدى يبدو حزب الله مخترقاً أمنياً؟ إنها بالتأكيد عملية تسلل استخباراتي تتمتع بقدرة هائلة، هذا خرق أمني غير مسبوق. عمليات تجسس واختراق عديدة تعرض لها حزب الله خلال السنوات الماضية، أدت إلى مقتل كثير من عناصره وقادته، لا سيما خلال الأشهر الماضية. الأمين العام للحزب حسن نصر الله يعلم حجم الخطر، لذلك لا يظهر وجهياً في خطاباته وإنما عبر الشاشات، ويدعو للتخلي عن الهاتف المحمول واستبدال أجهزة بدائية به، ما لبثت حتى اخترقت هي الأخرى. مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن سهولة انفجار أجهزة البيجر تظهر اختراقاً داخلياً ضخماً وضعفاً لدى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للحزب. إنه أمر غير مسبوق من حيث الحجم والتعقيد، وهو يظهر حقاً مدى نجاح إسرائيل في التسلل إلى خصومها في المنطقة المجاورة. ما يتفق عليه المحللون أن المنطقة لم تشهد مثل هذه العملية التي أحدثت إرباكاً بين عناصر حزب الله وتخوفات من القدرات التي تمتلكها جهة ما القادرة على إحداث كل هذا الضرر المادي والمعنوي دون تدخل عسكري مباشر.